نوصل لفقرة ستارز وأخبار المشاهير اللبنانيين العرب والأجانب بها الفقرة. طرح الوليد الحلاني بعد دقائق من إعلان فوزه بلقب ديو المشاهير الأغنية الأولى بمسيرته الغنائية بعنوان عم يسألوا عبر تطبيق أنغامي. ونشر الوليد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الفيديو القصير المرفق يلي ظهر فيه بيحتفل مع والده الفنان عاصي الحلاني بفوزه، وعلق عليه وقال: صراحة هالأغنية صار لي فترة عم حضرها، ولكن ما كان على أساس أنه تنزل اليوم، بي نزلها وفاجأني بآخر الحلقة، إن شاء الله تنال أعجابكم وبحبكم قد الدنيا، بإشارة منه إلى أنه هي غنيته الأولى. الخبر الثاني عن الأمير هاري وزوجته ماغان ماركل يلي وصلوا للمغرب يوم السبت بزيارة لثلاث أيام من أجل تعزيز العلاقات البريطانية المغربية. وتألقت ماركل لحظة وصولها إلى المغرب بفستان أحمر من إحدى دور الأزياء العالمية، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فماركل وزوجها هاري رفضوا تناول الحليب والتمر المغربي يلي بتم تقديمه بالمغرب للضيوف. وبعد رفض ماركل تناول الحليب والتمر استذكر الجمهور الضجة الكبيرة يلي كانت أثيرت ضد الفنانة نانسي عجرم لما رفضت تناول الحليب لما وصلت للمغرب. حلت الفنانة نجوى كرم ضيفة على برنامج ديو المشاهير بالحلقة الأخيرة من الموسم الثالث يلي عرضت على شاشة الام تي في، وأطلت على المسرح بثلاث إطلالات مميزة حمل توقيع علامات تجارية عالمية أشعلت فيها الأجواء على المسرح وتألقت صوت وحضور. ودارت أولا بفستان قصير باللون الأخضر نيون تميز بالأكمام الواسعة ونسقت معه حذاء أبيض أنيق كعبه عالي. أما الفستان الثاني فبين اللون الليلكي والرمادي، والفستان الثالث كان فستان أحمر طويل وأنيق. سيطرت حالة من الغضب على الفنانة المصرية شذا بعد ما نشر أحد المواقع التقرير بعنوان شذا بتأكد زواج أنغام وأحمد إبراهيم، فشعرت بأنها بورطة خصوصي بأنه في صداقة بتجمعها بين أو في صداقة بتجمع بينها وبين ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى، وأوضحت بأنه هالخبر المنتشر هو من خيال بعض الصحفيين. بعد نجاح فيلم ساعة ونص بجزءه الأول بتستعد شركة أنم برودكشن إصدار الجزء الثاني منه بجميع الصالات اللبنانية ابتداء من 4 نيسان المقبل. وضمن حملة الترويج للجزء الجديد نشرت الشركة فيديو كليب للأغنية الرسمية الخاصة فيه عبر صفحتها على موقع يوتيوب، وين بيقوم الممثل عباس شاهين بأداء إشارة أنه العمل من كتابة كلوديا مارشليون إخراج نديمة مهنا والأغنية من كلمات وألحان ريان الهبر. استقبل الممثل طارق النهري الحكم عليه بالسجن المؤبد بالقضية الخاصة بأحداث مجلس الوزراء وإحراق المجمع العلمي بمصر برسالة مؤثرة جدا قال فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. وتلقى النهري عشرات التعليقات يلي تمنيت له مرور هالأزمة بخير، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور بتثبت تورطه للاتهامات الموجهة ضده. هل تعرضت شكران مرتجى لمحاولة اغتيال؟ تنقل العدد من متابعي الممثل السوري شكران مرتجى أخيراً بأنه حادث السير اللي تعرضت له بالأسبوعين الأخيرين هو حادث مدبر ومحاولة اغتيال لها، من بعد ما أعلنت عن رفضها للتدني الحاصل بالأوضاع الاقتصادية بسوريا ومطالبتها الرئيس بشار الأسد بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن. غير أنه مرتجى نفت كل شيء تداول فيه جملة وتفصيل، واستسخفت هالتحليلات يلي ما لها أساس من الأول. والجدير بالذكر بأنه مرتجى تعرضت لحادثة برفقة بنت شقيقتها جيلان، وكشفت بوقتها بأنه سبب الحادث هو العاصفة الثلجية اللي ضربت بلاد الشام بوقتها، ويلي بدورة أدت لحدوث انزلاقات على الطرق وجعلها تفقد السيطرة على المركبة.
أعربت الفنانة نانسي عجرم عن إعجابها بالكلمة يلي ألقاها الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك من بعد ما تسلم جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل من بعد ما جسد شخصية المغني ومؤلف الأغنية فريدي ميركوري بفيلم بوهيميان رابسودي باحتفال أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته 91 بلوس أنجلوس. وكتبت عجرم عبر حسابها الرسمي على تويتر: رامي مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل الأوسكار قال: أنا ابن لمصريين مهاجرين. وتابعت: مبروك لمصر والعرب، فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كتير كبيرة. بذكركم مشاهدينا بأنه هالأخبار كلها موجودة على mtv.com.lb، وبتقدروا تحضروا كل الفقرات بإعادات عبر أبليكيشن الMTV أو أيضاً عبر mtv.com.lb. هيدا كانت أخبارنا بستارز. رح مننتقل لعند الشيف لحتى نشوف من بعد البريك شو رح بيكون محضر لنا. بونجور شيف جاد. بونجور، كيفك اليوم؟ صباح الخير، كيفك انت؟ صرت ردي مبين. يعني عم نجهز ان شاء الله اليوم. اليوم الدجاج رح نعمله كروت بالشانكليش. يعني إذا بدك هي فيوجن، حتى الجارنش هي هندبي، رح نشوف كيف رح نطبخها. ما بعرف كيف بتمزج الانجريدينتس مع بعضهم، بعرف إنه على طول الطعمة بتطلع بتطير العقل. لا لك شغلة رانيا، بالنهاية الشانكليش هو جبنة، هو نوع من جبنة، فنحن مدخلينه ككروت. يعني هلا بنشوف كيف رح نخلطه وكيف رح نحطه على صدر الدجاج وكيف رح يفوت على الفرن، حتى الصوص تبعه فيها سماق وفيها دبس رمان، يعني بيور فيوجن لبناني مع صدر الدجاج والجارنش هندبي. خلينا نشوف وبندعي كل المشاهدين والمشاهدات يلي بحبوا الطبخ انه يحضروا بعد هالبريك. يلا يلا.